مرحبا. سلطة السيزر بالدجاج من الوصفات الأمريكية اللي كتير بحبها، بس بتعجب كيف معظم الناس بيستخدموا الصلصة الجاهزة لتحضيرها. مشان هيك نحن رح نحضرها بطريقة كتير صحية باستخدام الأكتيفاي من تيفال، وكمان رح نحضر لها الصوص بطريقة كتير سهلة رح تزيد عليها طعمة ولا أطيب. أول شي لنحضرها لشخصين بدنا ننكه قطعة دجاج مقطعة لشرائح، قطعتين دجاج. مننكهها بربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الملح. منحط الدجاج بوعاء أكتيف فراي ومنسكب عليها معلقة أكتيف فراي من زيت الزيتون. منعيرها لمدة 18 دقيقة كرمال ينطبخ الدجاج بطريقة صحية. بوعاء التقديم بدنا نحط نص راس من الخس المفروم ونحط فوقه نص كوب من الخبز المحمص أو الكروتون، ونرجع نحط نص كوب من جبنة البارميجان مبشورة. دايماً اتأكدي إنه الخس مجفف منيح كرمال يتغلف بالصلصة، وهيك بيصير عليه طعم كتير طيبة. هلأ بوعاء صغير بدنا نسكب معلقتين كبار من العصير الليمون الحامض، فص ثوم مهروس، معلقة صغيرة من الخردل الديجون، معلقة كبيرة من المايونيز، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملح حسب الرغبة. نخلط المكونات منيح لحتى تتجانس مع بعضها. وهلا بدنا نضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون تدريجيا. وبدنا نضيف معلقتين كبار من جبن بارميجان مبشورة ونخلطهم من دون توقف. بعد ما يكون جاهز الدجاج بنحطه فوق السلطة. نسكب الصلصة فوقه ومنقدمها فورا على سفرتنا. بتمنى تكون عجبتك هيدي الوصفة، حتى انه فيك تنوعي وتستبدل الدجاج بالروبيان. لوصفات شهية وصحية تابعيني ببقية الفيديوهات، وبتمنى لك افطار شهي.